انتوا فين؟ سايبيني لوحدي ليه مع النور ده؟ هو ده الضوء الاسود؟ ايه ده، في ايه؟ هو انا عامل كده ليه؟ انت فين؟ اه الحلقه النهارده مش عاديه، الحلقه النهارده في الضوء الاسود. رقم واحد فيكم استغرب ان احنا استخدمنا اللون الاسود عشان نوصف بيها الضوء. هو الضوء ممكن يكون اسود؟ ايوه، وده وظيفتنا النهارده ان احنا نتعرف على الضوء الاسود وايه هو بالظبط وايه استخداماته ومميزاته. الضوء الاسود ده ببساطه ده الاشعه الفوق بنفسجيه، بس عشان نعرف ايه هي الاشعه الفوق بنفسجيه خلينا نراجع كم معلومه مع بعض الاول. هل احنا بنشوف كل الضوء اللي حوالينا؟ الاجابه هي لا. وعشان نعرف ليه الاجابه لا، تعالوا نراجع معلوماتنا مع بعض عشان نوصل ليه. ده منشور وظيفته ان يحلل الضوء الابيض بالالوان السبعه، واعلى لون فيهم هو اللون البنفسجي، واقل لون فيهم هو اللون الاحمر. يعني ايه اعلى لون؟ اعلى لون يعني اعلى طاقه موجوده في الضوء المرئي، واقل طاقه هو اللون الاحمر. وما بين الاحمر والبنفسجي ده اللون اللي احنا بنقدر نشوفه، لكن هل ده بس الضوء اللي احنا موجود في الطبيعه ولا في اي اطياف تانيه موجوده؟ الاجابه هي اه، في اطياف تانيه بس احنا ما بنشوفهاش وبنسميها بالضوء الغير المرئي، وده اللي هكلمك عنه النهارده، وخصوصا نوعين منهم. اول نوع فيهم هو الضوء الفوق بنفسجي، يعني طاقته اكبر من اللون البنفسجي، وتاني نوع هي الاشعه تحت الحمراء، يعني طاقته اقل من الضوء الاحمر. وهل معنى ان احنا ما بنشوفش الضوئين دول خلاص كده حكايتنا معاهم خلصت؟ الاجابه هي لا، ودي وظيفتنا في حلقه النهارده، نشوف تاثيرهم وازاي اثروا في حياتنا اليوميه. وهقول لك برده معلومه صغيره كده، ان كل ما طاقة الضوء دي ما بتزيد كل ما الطول الموجي بيقل. واول نوع هكلمك عنه النهاردة هي الطاقة الفوق بنفسجية او الاشعة فوق بنفسجية، وهي خصوصا بتوصل لنا من الشمس، وعشان نشوفها وندرس تأثيرها هنعمل التجربة اللي جاية. والتجربة ببساطة ان احنا نحتاج بيكر فيه مية والالوان الفوسفوري اللي احنا بنستخدمها في دراستنا عشان نميز ما بين العناوين المختلفة، لكن ان احنا هنستخدمه منه هو الحبر اللي موجود جوه، والحبر ده هنفضيه في المية بحيث ان هو يشتبك معاه ويملاه ويختلط بيه قدر الامكان. اما تاني خطوة هضيف معلقتين من النشا عشان اوضح التأثير بتاعها، وقلبهم كويس جدا ببعض. طبعا دلوقتي انت هتسألني هتقولي انا مش شايف اي اختلاف عن اللون الطبيعي اللي انا بستخدمه. هقول لك طب احنا هنعرفها ازاي من غير ما نطفي النور. وبعد ما طفينا النور وظيفتنا دلوقتي ان احنا نجيب الضوء الاسود وهنحط الكوبايه اللي احنا حضرناها قصادها. بس قبل ما نشغله هنعمل حاجه مهمه احنا كنا محضرينها قبل الحلقه، هنجيب الوان ثانيه عشان نشوف الماجيك بتاع الضوء الاسود اكتر من كده. دلوقتي معاد ان احنا نشغل الضوء الاسود. واو، التوهج والاثر الفوسفوري اللي موجود في الالوان بيزيد بسبب ان الاشعه الفوق البنفسجيه طاقتها كبيره جدا جدا، فقدرت ان هي تمتصها وتطلع ضوء اكبر وواضح قدام عينيكم زي ما انتم شايفين كده. ده غير ان انت كمان لو شغال المفتش كرومبو او مساعد لشيرلوك هولمز تقدر تكشف عن سلاح الجريمه وتقدر تطلع البصمات اللي عليه. مش بس كده، ده انت كمان تقدر تعرف الفلوس اللي معاك اذا كانت مزوره ولا حقيقيه عن طريق اليوفي لامب، لان الفلوس الحقيقيه ليها علامه مائيه مميزه جدا وبتظهر بوضوح في الضوء الاسود لانها بتمتص طاقه عاليه فبتبان اكتر. النور جه. دلوقتي احنا عرفنا ازاي الضوء الاسود وطاقته بيقدر يكشف لنا عن الصبغات الفسفوريه، وازاي بنقدر نستخدم ده عشان نكشف عن سلاح الجريمه، وكمان تعرف اذا كانت الفلوس اللي معاك حقيقيه او مزوره. نسيت اقول لك، لو انت نازل في الشمس وهتقعد مده طويله ما تنساش تاخد معاك اي حمايه لوشك، عشان زي ما احنا عارفين ان الشمس بتطلع منها اشعه فوق بنفسجيه، والتعرض ليها مده طويله بيكون ضرر جدا. دلوقتي احنا تعرفنا على الاشعه فوق بنفسجيه كويس وشفنا تاثيرها وازاي بنستخدمها في تطبيقات في حياتنا. فاضل نوع تاني هنتكلم عنه النهارده وهي الاشعه تحت الحمراء. الاشعه تحت الحمراء زي ما احنا متفقين طاقتها قليله جدا، بالتالي طول الموج بتاعها كبير. طيب
يا ترى احنا ما بنشوفهاش بس بنستخدمها في ايه في حياتنا اليوميه وبتاثر علينا ازاي؟ اثر الاشعه ده بيبين لنا على هيئه حراره، وزي ما انتم عارفين ان اي جسم في الدنيا عباره عن عدد من الذرات، وطول ما الذرات دي ما بتتحرك اكيد درجه حرارتها بتزيد، وكل ما حركتها ما بتزيد كل ما حرارتها ما بتزيد. زي اللهب مثلا، اي شعله في حياتنا لما بتشوفها هي عباره عن حراره كبيره وانت شايف تاثيرها قدام عينيك، لكن في حاله الاشعه تحت الحمراء بتكون في حراره فعلا لكن انت مش شايفها بعينيك. وابسط واشهر مثال بنستخدمه في حياتنا اليوميه دلوقتي هي اجهزه قياس درجه الحراره اللي نتقاس بيها قبل ما نخش المول او المدرسه او حتى الشغل، اللي قايمه فكرتها ببساطه ان نقيس الحراره الناتجه عن الاشعه تحت الحمراء اللي خارجه من جسمك عشان يعرف اذا كانت درجه حرارتك عاليه واذا كنت مصاب او لا. اما اشهر بقى مثال واقوى مثال كنا بنستخدمه من زمان جدا بس يمكن انت ما بتحتكش بيه هي نظارات الرؤيه الليليه. نظارات الرؤيه الليليه ببساطه وظيفتها ان هي تشوف الاجسام بالليل. طب احنا هنشوف الاجسام بالليل ازاي ومفيش ضوء يجي لعينينا يسقط على عينينا عشان نقدر نشوف الجسم؟ هي دي وظيفه نظارات الرؤيه الليليه اللي قايمه على تحسس الحراره الناتجه من الاشعه تحت الحمراء اللي خارجه من الجسم، فبتديها اللون الاحمر، فبالتالي بنعرف موقعه ومكانه وشكله بالظبط، فبالتالي هتقدر تشوف بالليل عادي جدا. الاشعه فوق البنفسجيه والاشعه تحت الحمراء غير مرئيين ويمكن تكون انت مش حاسس بيهم في حياتك، لكن تاثيرهم باين وواضح وصريح، واحنا كبشر قدرنا نستغل وجودهم في ان احنا نسهل حياتنا اليوميه، وكمان في حلقتنا النهارده شفنا تاثيرهم بالتجارب، وده دايما اللي احنا متعودين نعمله في المختبر، فاستنونا في حلقه جديده وتجارب جديده وعلوم ممتعه اكتر.